في قديم الزمان كان هناك قرية تسمى نينوى، وكانت في أرض الموصل من بلاد العراق. كان يسكن هذه القرية ما يزيد على 100,000 نسمة، وكان من بين أولئك الناس يونس بن متى عليه السلام. وكان أهلها يعبدون الأصنام ويتقربون إليها بالذبائح والذهب. وما موقف يونس عليه السلام من هذا؟ كان يونس عليه السلام رافضا لهذه العبادة، فقد بحث الأمر في عقله: إن هذه عبادة باطلة فاسدة. لذلك اختاره الله عز وجل ليكون نبيا، فلقد كان على خلق وأدب جم. وكانت رسالته للناس أن يتركوا عبادة الأصنام ليعبدوا رب هذه الأصنام ورب كل شيء، ألا وهو الله العلي القدير. وفي أحد الأيام وجد جماعة منهم تعبد الأصنام وتتذلل إليها، فقال: يا قوم، إن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، لا ترى ولا تسمع، لا تجلب الرزق ولا تمنع، ويحكم، كيف تعبدونها؟ فرد عليه أحدهم بقوله: ماذا؟ نترك كل هذه الآلهة ونعبد إلها واحدا فقط؟ وقال أحدهم وبغضب: كفى كفى، يكفي هذا يا يونس، لا أريد سماعك. فقال شخص آخر: لقد سمعنا كلامك 1,000 مرة، ألم تشعر بالملل؟ اذهب اذهب من هنا، هيا هيا. وآلهتنا العظيمة، لولا أنك ذا حسب ونسب فينا لقتلناك والآن. ولما طال الزمن بيونس عليه السلام وهو يدعوهم إلى طريق الخير وهم يصدون عن دعوته، ضاق بهم ذرعا وأنذرهم بأن عذابا شديدا سيحل بهم بعد 3 أيام. وخرج يونس عليه السلام من قريته غاضبا حانقا، وسار عبر الجبال والأودية حتى قاده غضبه إلى شاطئ بحر كبير. وهناك وجد سفينة صغيرة فيها عدد قليل من الناس كانوا على وشك الإبحار، فطلب يونس عليه السلام منهم أن يقلوه معهم. فرد عليه أحدهم: أنت يا يونس ذو حسب ونسب، ويشرفنا أن تكون معنا، فأهلا بك ضيفا علينا، تفضل. انطلقت السفينة إلى البحر تشق طريقها مبتعدة، وبعد أيام تلبدت السماء بغيوم سوداء فوق قرية نينوى، قرية يونس، وهبت عاصفة قوية مزمجرة، فخاف الناس وأصابهم الذعر والهلع. قال أحدهم بخوف شديد: والله لقد صدق يونس، إنه العذاب. وقال آخر بصوت متهدج: رب اغفر وارحم، لقد كنا في ضلال. وقال آخر بصوت باكي: يا رب يا رب يا إله يونس، إن عبادتنا ضال، وإنا آيبون تائبون لك، أرحم الراحمين. لقد صدق يونس، ربنا اكشف غضبك ومقتك عنا يا الله، ربنا اكشف غضبك ومقتك عنا. واستجاب ربنا لدعوتهم ورفع غضبه عنهم وأنزل رحمته عليهم، لقد رجعوا عن عبادتهم الضالة. يا آلهتنا العظيمة، تكاد السفينة تغرق. أفرغ الماء من السفينة.
أفرغ الماء من السفينة. إن حمولتنا زائدة، وإن لم نخففها ستغرق السفينة هالكين معها. أيها القوم، ليتبرع أحدنا ويلقي بنفسه إلى البحر حتى ننجو كلنا. استغرب الجميع هذه الفكرة، فقال أحدهم: ما هذه الفكرة الغريبة؟ ألقي بنفسك أنت أيها المعتوه. واحتدم النقاش فيما بينهم، واتفق الجميع على أن يجروا القرعة، فمن أشارت إليه هذه القرعة وجب عليه أن يلقي بنفسه إلى البحر. على من وقعت القرعة يا جدي؟ أجروا القرعة، فأشارت إلى يونس عليه السلام، ولكن الجميع اتفق على إعادة القرعة لأن يونس ضيف عليهم، فأعادوها ثانية، فأشارت إليه مرة أخرى، فأعادوها ثالثة، فأشارت إليه وللمرة الثالثة أيضا. وهنا أدرك يونس عليه السلام أن هذا ابتلاء من الله، وأن الله يريد أن يعاقبه لأنه لم يستمر في دعوته، ولم يصبر على قومه حتى يهتدوا، وقاده غضبه إلى الهجرة دون إذن من الله. عندما دارت هذه الأفكار في ذهن سيدنا يونس وأدرك أنها إرادة الله، ألقى بنفسه إلى البحر المتلاطم الأمواج التي أخذت تتقاذفه، فيعلو ويهبط، فقد أسلم نفسه إلى باريه. ولكن الله جلت قدرته، أوحى إلى حوت ضخم أن يبتلع يونس عليه السلام. يا إلهي، حوت ضخم؟ صبرك يا أحمد، صبرك. إن الله أمر هذا الحوت ألا يأكل ليونس لحما ولا يهشم له عظما، واستقر يونس في بطن الحوت الذي أخذ يشق عباد الأمواج ويهوي إلى القاع، ثم يصعد وينتقل من بحر إلى بحر، ويونس عليه السلام لا حراك فيه، فظن أنه مات. وعندما حرك جوارحه أدرك أنه حي يرزق، فخر وبوهم شديد ساجدا لله عز وجل قائلا: يا رب، لقد اتخذت مسجدا أعبدك فيه لم يتخذه أحد من قبل، ألا وهو بطن الحوت. وسمع النبي يونس وهو في بطن الحوت تسبيح الحيتان لله عز وجل، فهزه ذلك وأبهره، ودعا وهو في ضيق شديد متضرعا إلى الله عز وجل، وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة جوف الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. دعا الله من قلب هذه الظلمات الثلاث قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صعدت هذه الدعوة من العبد الفقير يونس وهو في هذه الظلمات إلى الله الجبار في أعالي السماوات، فاستجاب الله إلى دعاء عبده يونس. وكيف فرج الله عليه كربته؟ أوحى الله عز وجل إلى الحوت أن الفظ وألقي ما في جوفك في العراء على شاطئ قليل الأشجار. بعد أن نال يونس ما قدره الله من جزاء، فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت ضعيفا مريضا، فتلقاه الله بواسع رحمته فرزقه شجرة من يقطين، وهي شجرة القرع، أكل من ثمرها
وتفيأ بظلها، كما سخر الله أروية، والأروية هي أنثى الوعل، فكانت ترضعه من لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، حتى عادت إليه العافية ودب فيه ماء الحياة وسرت في عروقه دماء الحيوية والنشاط. فأوحى الله إليه أن عد إلى قريتك، فلقد آمن قومك ونبذوا الأصنام. وهكذا من الله على يونس عليه السلام فاستجاب دعوته وهو في بطن الحوت، وأنقذه من الحزن والغم. فلقد استجار يونس بربه ودعاه مخلصا آسفا وسبحه باكيا نادما، فأنقذه الله مما هو فيه. فيا أبنائي، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ومن صبر وأناب واتخذ الأسباب أدخله الله الجنة دون عذاب. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.